الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله أيها الإخوة المسلمون ومشاهدي قناة مدني تقاربوا واجلسوا على الركب لو يمكنكم فإن تتعبوا فاجلسوا على ما تشاءون نقل فضيلة الشيخ الداعية الكبير أبو بلال محمد إلياس العطار القادري الرضوي حفظه الله تعالى فضل الصلاة والسلام على النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام في كتابه الأزهار من روضة الأبرار جمع فيها مئة وواحد من أزهار المدينة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "ثلاثة تحت ظل عرش الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله من فرج عن مكروب أمتي ومن أحيا سنتي ومن أكثر الصلاة عليّ. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فإن الله تبارك وتعالى أرسل الأنبياء والرسل ليرشدوا الإنسانية الضالة إلى سبيل الرشاد وينقذوها من عواقب المعصية والكفر والشرك. فقام الانبياء كلهم بهذه المهمه الجليله خير قيام وقد قوبلوا بانواع المحن والبلايا ولكنهم استمروا على سبيل الدعوه الى الله تعالى والى ترك المعاصي وحينما بعث نبينا ورسولنا صلى الله عليه واله وسلم تلقى من قومه أشد المخالفات فخالفه من كان يعرفه منذ نعومة أظفاره ومن كان يعرف نبوته قبل ولادته من أهل الكتاب فاتهمه الكفار بالاتهامات الكاذبه وآذوه بكل طريق وجدوا إليه سبيلا حتى أنهم في قصائدهم تجاوزوا الى هجاء من هو خير الانبياء صلى الله عليه وسلم فكان المسلمون يتألمون على جرأة الكفار وجاهليتهم فقام الشعراء المسلمون الغيورون بالاجابه والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم واخذوا ينظمون شعرا رصينا باروع المعاني الشعريه في مدح من كان احب اليهم من جميع الخلق، قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ذات مره: ما يمنع القوم الذين نصروا رسول الله باسيافهم ان ينصروه بالسنتهم، فقال حسان بن ثابت رضي الله عنه: انا لها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تهجوهم وأنا منهم وكيف تهجو أبا سفيان وهو ابن عمي قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه الذي نال دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: اللهم أيده بروح, بروح القدس. ومن الشعراء الذين مدحوا النبي صلى الله عليه واله وسلم سيدنا عمر الفاروق، سيدنا علي المرتضى، سيدنا كعب بن زهير، سيدنا عبد الله بن رواحه رضي الله عنه. في فتره المحن والبلايا هذه انزل الله تبارك وتعالى الآيات البينات التي تكشف مدى عظمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد أقسم ربنا تبارك وتعالى بحياة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم تنبيها على مكانته الرفيعة فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. شرف ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعظمة لم يتشرف بها أحد قبله من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وقد بين ربنا تبارك وتعالى شرف سيد المرسلين في قوله تعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها. لما راى المسلمون هذا الاهتمام البالغ من الله عز وجل بتكريم النبي وتشريفه صلى الله عليه واله وسلم واحتفال الصحابه الشعراء بمدح سيد الانبياء. عليه اجمل التحيه والثناء لما راى المسلمون هذا الاهتمام البالغ من الله عز وجل بتكريم النبي وتشريفه صلى الله عليه واله وسلم واحتفال الصحابه الشعراء بمدح سيد الانبياء عليه اجمل التحيه والثناء ساروا على خطوات الشعراء المادحين لحضره سيد الاولين والاخرين فنظموا المدائح النبويه البديعه في جميع الازمان وبكثير من اللغات وما زالوا ينظمون هذه القصائد فبرزت شخصيات كثيره في مجال المديح النبوي من جميع انحاء العالم وظهرت شخصيه الامام احمد رضا القادري البريلوي من بين الشعراء الهند في القرن الرابع عشر الهجري وهو ليس بشاعر فحسب انما هو شخصيه ذات ابعاد كثيره يقول احد العلماء في شبه القاره الهنديه شخصيه كثيره بارزه تتجلى فيها صفات الخير والصلاح ولكن عندما يطالع رجل محايد هذه الشخصيات ويضير بصره فيها يجد ان شخصيه الامام احمد رضا هي الشخصيه الوحيده التي يمكن ان تعتبر جامعه الامام الاكبر المجدد محمد احمد رضا خان عليه رحمه الرحمن حنفي مسلكا وقادري طريقه وافغاني اصلا وبريلوي مولدا شب على حب الله عز وجل وحب الرسول صلى الله عليه واله وسلم وحب آله وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين فكانت ظاهرة المحبة الإلهية والمحبة النبوية والغيرة الإيمانية قوية في شخصيته فلم يتوجه إلى مدح الأمراء وإلى الأغراض الشعرية الأخرى كما بعض الناس جاءوا في خدمته وطلبوا منه فهؤلاء الناس طلبوا منه أن يكتب قصيدة في مدح حاكم نانبارا فسبحان الله الإمام الأكبر المجدد محب الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا کتب ألف فق في فی مدح النبی الكريم صلى صلی اللہ علیہ وسلم وماذا يقول یقول يقول اردو یقول مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہ نہیں ہضا بل فأقدم إليكم خلاصته فالآن أترجم هذه الأبيات هذا الشعر إلى العربية فخلاصته كرو مدح أهل الدول الرزا يعني أنا أمدح حاكما وأقع في البلاء أنا مسكين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس ديني نان بارا صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم ولهذا نقول لم يتوجه الى مدح الامراء والى الاغراض الشعريه الاخرى انما وظف موهبته الشعريه على مدح النبي صلى الله عليه واله وسلم وعاش حياه دينيه طيبه وأدى رسالته العظيمة في إحياء الدين والنهضة الإسلامية والمحبة الإلهية والمحبة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. أدى رسالته العظيمة في إحياء الدين والنهضة الإسلامية والمحبة الإلهية والمحبة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام في قلوب المؤمنين. يوضح أحد العلماء حب الإمام للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول كلما نرى حب الإمام للرسول صلى الله عليه وآله وسلم نتذكر ذلك الحديث النبوي الشريف الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن محبه في آخر الزمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشد أمتي بي حبا أناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله أو كما قال عليه الصلاة والسلام وبعد قراءة هذا الحديث النبوي الشريف نتذكر هذه الكلمات للإمام أحمد رضا، التي قالها في مرتكبي الإهانة في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: اتقي من الإهانة في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو على شرط أن تسب هذا العبد الفقير وأباه وجده. واكابره من العلماء قدست اسرارهم وما احسن حظي بان تكون عرضي وعرض ابائي واجدادي جنه لعرض سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم ايها الاخوه المسلمون ومشاهدي قناه مدني عندما تستخدم كلمه اه بالاردو هذا في الاردويه يقصد به سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه واله وسلم اما لقب اعلى حضره فيراد به احد خدام الجناب النبوي وهو الامام احمد رضا ونجد عند التامل ان هذه المرتبه لم تسمح له لحسن ظن اتباعه انما هي منحة إلهية أكرمه الله تعالى بسبب فنائه في حب الرسول صلى الله عليه وسلم، وبسبب شخصيته الجامعة. ولقد بلغ في فنائه هذا إلى أكمل الدرجات وأعلاها، ووصل في محبته لحضرة المحمدية إلى ذروة صفائها ومداها. فلذا كان لا يصبر. لا يصبر على ادنى جهه من الاهانه لحضره النبويه الشريفه صلى الله عليه وسلم قليلا وخفيفا ولا يصبر على ما يشم منه اهانه لمقام الرسول الكريم صلى الله عليه واله وسلم وعندما كان يلحظ انفاسه الاخيره اوصى ورثته ومحبيه ابتعدوا من كل من تجدون منه ادنى اهانة لحضرة الرسول ومقامه صلى الله عليه وسلم او ادنى استخفاف بشريعة الله ونظامه مهما يكن ذلك الرجل معظما حتى ولو كان شيخا مكرما انزعوه من قلوبكم مثل نزع الذباب من الحليب صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم لقد كان الامام احمد رضا يحس هذه المشكله التي يعانيها مادح الرسول احساسا صادقا عبر عنه في دقه فقال في ملفوظاته مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالمشي على حد السيف لو بالغت زاحمت الألوهية ولو قصرت ارتكبت النقيصة يكاد الإمام دقيقا للغاية عندما قال في مقام آخر لقد تعلمت المديحة النبوية من القرآن الكريم واذا امعنا النظر في تراث شعر الامام احمد رضا في المديح النبوي نجد هذا المعيار القراني واضحا كل الوضوح كان الامام الاكبر المجدد احمد رضا خان عليه رحمه الحنان قد رتب ديوانه وسماه حدائق بخشش يعني بساتين الغفران وهذا الديوان يحتوي على القصائد الارديه والفارسيه والابيات العربيه في مدح الرسول صلى الله عليه واله وسلم واهل بيته الطيبين الطاهرين واصحابه الكرام والاولياء الكبار وخاصه شيخ المشايخ السيد عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى وهذا الديوان انتشر في اطراف الهند في حياته رحمه الله تعالى. ونال اعجاب المحبين لحضرة الرسول صلى الله عليه واله وسلم. في هذا الديوان اتى شاعرنا رحمه الله تعالى بقصيدة فريدة لا نظير لها في اللغة الارضية فالامام الاكبر أظهر موهبته الشعرية في أبدع صورة، فإنه جمع أربع لغات من العربية والفارسية والأردية والهندية. في كل بيت من أبيات هذه المنظومة نذكر أحد الأبيات الذي هو مطلع القصيدة. لم یاتی نو ویرو کا فینا و رن تو نہ پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجك شهد سراجنا في هذا الشعر اربع لغات يدهشنا هذا الاسلوب في المنظومه بان كل بيت في القصيده يحتوي على هذه اللغات الاربع فنجد صدر البيت مشتملا على اللغه العربيه والفارسيه وعجز البيت محتويا على اللغه الهنديه والأرديه ولم تخرج هذه هذه المنظومه من هذا المنهج حتى البيت الاخير وظل الشاعر في منظومته هذه دقيقا للغايه من ناحيه براعه اللغه والبيان وفصاحه الاسلوب وسلاسته والحرقه والفناء في حب الرسول صلى الله عليه واله وسلم. وهذا الاسلوب الفريد لم يحظى به احد غير شاعرنا الامام الاكبر احمد رضا القادري الحنفي فهو مبتكر لهذا النوع من الشعر. ولقد نظم الامام احمد رضا رحمه الله تعالى قصيده سلاميه رائعه في اللغه الارديه. التي تشتمل على می وسبعين بيتا وكل بيت ينتهي کلو بیتن سلام كما مصطفى جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام معنی ہوں می آ تو تناول الإمام في قصيدته هذه مدح النبي صلى الله عليه وسلم وجوانب سيرته العطرة ومدح أهل البيت والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين يقول أحد العلماء حفظه الله عن قصيدة الإمام هذه ولا أبالغ إذا قلت أن قصيدته الشهيرة هذه هي قصيدة البردة في الأرضية إنها قصيدة عميقة ذات أبعاد وأنوار تلك اللغة والبيان والحرقة والفناء ومعارف السيرة وحقائقها وأسرار القرآنية والحديثية وقوة الكلام ورشاقه الاسلوب التي تجدها في هذه القصيده السلاميه لا تجدها ومن المؤسف ان هذه القصيده السلاميه لم تلق ما يجب ان تلقى من اهتمام الباحثين والا فمن الممكن انجاز بحوث كثيره في شرح كل بيت من ابيات الامام احمد رضا رحمه الله تعالى وأتحدى أنكم لم تقرأوا بيتا أحسن وأعمق من هذا البيت في مدح اللحية المباركة للرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم تصوروا نهرا تحيط به خضرة يزداد بها النهر حسنا وبهاء فالذي شبهه بالنهر هو الفم المبارك للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإذا شبه هذا الفم المبارك بالنهر فبماذا شبه اللحية المباركة إنما شبهت بالخضرة الممتدة المحيطة بذاك النهر الآن لاحظوا هذا البيت خط قرد دهن ودل آراب هبن سبزة نهر الرحمة لاكو سلام ما أحسن اللحية إلى القلب حول فمه المبارك مئات آلاف التسليمات على خضرة نهر الرحمة صلوا على الحبيب صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لقد ورد في القرآن الكريم الامر بتعظيم النبي صلى الله عليه واله وسلم قبل الامر بتسبيح الله تعالى فقال جل وعلا بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا. في هذه الآية دلالة على ان الايمان مقدم على كل شيء. ثم تعظيم الرسول صلى الله عليه واله وسلم. فتعظيم النبي صلى الله عليه واله وسلم دون الايمان لا جدوى منه. والعباده بما فيها من صلاه وصيام وتسبيح وغيرها. دون تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم مردودة لا تقبل. ففي يومنا هذا نجد الكثير من الناس من يدعي انه يعبد الله تعالى لكن العبد الصادق لله تعالى هو الذي يعظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل العباده وإلا فمن ادعى العبادة وهو ينتقص قدر النبي صلى الله عليه وسلم فهو عابد للشيطان وهواه وليس عابدا لله وكاذب. كان الامام احمد رضا شاعرا بليغا في العربية والارديه. الا انه كتب قصيده في مدح الحبيب صلى الله عليه واله وسلم باللغة الأردية ولم يكتب مثلها في العربية كان الإمام أحمد رضا شاعرا بليغا في العربية والأردية إلا أنه كتب قصيدة في مدح الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم باللغة الأردية ولم يكتب مثلها في العربية وكان اسمها بساتين الغفران كل من يقرأها يظهر له مدى عشق وهيام صاحبها أن المدينة المنورة تشرفت بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وطهرت من السيئات والأمراض مذ حطت قدم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فيها وتحدث في قصيدته عن الآيات القرآنية التي مدح الله تعالى فيها حبيبه صلى الله عليه وسلم وتكلم عنها باسلوب جميل وقد اثنى عليه علماء الهند بشكل كبير حتى انهم لقبوه حسان الهند خاصه بعدما راوا انه بعيد كل البعد عن الكذب والرياء و والغلو احس الغلو الاخلاص والصدق وعشق وعشق النبي صلى الله عليه النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاحظوا بيتا واحدا جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا الروح والقلب و توجهوا إلى المدينة. قد توجهوا إلى المدينة. هذه متاعك يا رضاه. قد سبقتك. ألن هذه متاعك يا رضاه. قد سبقتك. ألن تلحق بما بقي منك. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وكان ديوانه يستشعر القارئ له مدى الحب والهيام والعشق للنبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا الحب والهيام قد سكب في كل حرف من حروف قصيدته ومثاله القصيده السلاميه التي اشتهرت عند كل متكلم كما ذكر من قبل فهي الى الان تنشد في كل احتفال او مجلس ديني ومعناها على المصطفى روح الرحمه الف الف سلام كان الامام احمد رضا خان عليه رحمه الرحمن شديد الورع في الفتوى حتى فيما يتعلق بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم فذات مره سئل هل يجوز للمؤذن ان يدير وجهه باتجاه المدينة المنورة عند قوله أشهد أن محمد رسول الله فكان جوابه هذا خلاف السنة لا يجوز للمؤذن أن يدير وجهه إلا في قوله حي على الصلاة فيدير وجهه يمينا وفي قوله حي على الفلاح فيدير وجهه يسارا وقال أيضا انه لا يجوز ان يذكر المصلي الله تعالى ولا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع الخطيب لذكر احدهما في خطبته. وذلك لبرود النهي عن الكلام مطلقا في اثناء الخطبه. وفي احد الاعوام اراد الامام احمد رضا السفر للمدينه المنوره وزيارة النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم. فقال في نفسه: لا ينبغي لي ان اسافر الى المدينه قبل ان استاذن امي. فحينما اذنت له بالسفر راى انشراحا كبيرا في صدره. فجهز مطاعه وعزم السفر. وانشد يقول: كعبة کا نام تک نہ لیا ہی کہا، پوچھا جو ہم سے جس نے کہ کی ہے۔ يعني معناه اذا سئلت الى اين السفر قلت الى طيبه الى طيبه ولم اقل الى الكعبه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والمؤمن تحصل له البركة في أعماله حسب نيته وفعلا أكرمه الله تعالى بالوقوف أمام الحضرة الشريفة فوقف وهو يصلي على النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قلبه مشتاق لرؤية الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وأن يكرمه الله تعالى بذلك يقظة فلم يحصل له ما تمنى ذلك اليوم فألف قصيدة عبر بها عن مدى حزنه إلى لازار فرته تیرے دن بهار يعني معناه عندما يمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الحدائق تتغير أيامك يا ربيع أيا ليت أيا ليت ربيع المصطفى يمر على خريف قلبي فيغير حال أيامه ويقول في مطلع هذه القصيدة متواضعاً لماذا يسألك الناس عن حالك لماذا يهتم الناس بك يا رضا آلاف الكلاب موجودون في في العالم مثلك وفي اليوم التالي كان جالسا بمقابل الحضرة الشريفة فاستيقظ من غفوته فرأى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم متوجها إليه ليلقاه رزقنا الله تعالى زيارة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عن الإمام أحمد رضا خان وعن جميع علماء المسلمين والمنتسبين له إلى يوم الدين وما علينا إلا البلاغ المبين